مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم مؤشر النيل. هذا البرنامج نتعرف من خلال ارقام والتحليل على اداء مؤشرات البورصه المصريه. طبعا اليوم تراجعت مؤشراتها لدى اغلاق التعاملات الثلاثاء. المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه اي جي اكس 30 انخفض بنسبه 45% ليسجل حوالي 14313.46 نقطه. انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 12% يسجل نحو 535.83 نقطة. وامتدت هذه التراجعات إلى مؤشر الأوسع نطاقا اي جي اكس 100 بنسبة 25% يسجل نحو 1421.38 نقطة. التراجعات شملت أيضا مؤشر إي جي إكس 30 كاب ده الجديد محدد الأوزان النسبية بنسبة 51% لينهي التعاملات عند مستوى 17,034.8 نقطة. هنتحدث عن قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم. كان قطاع العقارات والأنشطة تصدر القائمة بنسبة 21.65%، تلا قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك طبعا بنسبة 16.24%، ثالثا كان قطاع البنوك بنسبة 11.22%، ورابعا كان قطاع موارد أساسية بنسبة 10.9%. على صعيد المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة 64.32% من إجمالي التعاملات. اتجه المستثمرون العرب نحو البيع أيضا واستحوذوا على نسبة 8.42% من تعاملات السوق، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 27.26% من تعاملات السوق. وعلى صعيد الأفراد والمؤسسات، فمال المستثمرون الأفراد نحو البيع وحصلوا على نسبة 29.32% من إجمالي التعاملات، بينما اتجهت المؤسسات نحو الشراء واستحوذت على نسبة 70.67% من إجمالي التعاملات. نتحدث عن الأسهم ونبدأ بالأكثر ارتفاعا. تصدرها سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي نيوداب بنسبة 9.97%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 7.89%، ثم سهم العربية للإسمنت بنسبة 3.64%، وحل رابعا سهم الصناعات الغذائية العربية دومتي بنسبة 3.43%. وعلى الصعيد الأسهم أيضا ما ننتقل إلى الأسهم الأكثر انخفاضا، فتصدرها سهم العمل لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.9%، تلاهم سهم الإسكندرية للخدمات الطبية بنسبة 6.42%، وحل ثالثا سهم شركة النص للأعمال المدنية بنسبة 3.1%، ورابعا كان سهم الإسكندرية للإسمنت بورتلاند بنسبة 2.73%. هذا وقد تراجع رأس المال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 3 مليارات جنيه ليسجل 716.9 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت بنحو 942 مليون جنيه، منها 375 مليون تعاملات سوق المتعاملين والسندات وصفقات نقل ملكية. واسمحوا لي ان انا ارحب بضيفتي في الاستوديو الاستاذة عصمت ياسين خبيرة اسواق المال. اهلا بحضرتك معايا. اهلا وسهلا. اسمح لنا نطلع لتقريرنا اليوم عن اداء البورصة ثم نبدأ فيها فقرة التحليل، تفضل. في جلسة منتصف الأسبوع واصلت مؤشرات البورصة المصرية حركتها النزولية تحت ضغط من عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية، فضلا عن الأفراد بكافة جنسياتهم مصريين وأجانب وعرب، بينما اتجهت تعاملات الصناديق الأجنبية والعربية نحو الشراء الانتقائي وسط ترقب لانتهاء اكتتاب شركة أرامكو السعودية، وكذلك مصير عرض الاستحواذ المقدم من شركة أمريكانا القابضة للاستحواذ على شركة المشروعات السياحية، والذي رفضته هيئة الرقابة المالية لعدم التزامه بالمعايير القانونية. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 3 مليارات جنيه، ليصل إلى 716.90 مليار جنيه. بعد تداولات كلية بقرابة 942 مليون جنيه،
نحو 375 مليون جنيه، منها تعاملات في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل للملكية. مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 تراجع بنسبة 45%، ونزل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جيك 70 بنسبة 12%، وشملت التراجعات مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 25%. محللون ماليون أكدوا أن البورصة لا تزال متأثرة باتجاه أنظار المستثمرين الأجانب والعرب وبعض المؤسسات المصرية نحو اكتتاب شركة أرامكو السعودية والذي يتجاوز 20 مليار دولار. وأضاف المحللون أن المستثمرين المصريين يترقبون مصير صفقة استحواذ شركة أمريكانا القابضة على شركة المشروعات السياحية بعد رفض هيئة رقابة المالية لعرض الشركة بسعر 3.90 جنيه للسهم، وهو ما ترى الهيئة أنه لم يراعي المعايير القانونية في عملية التقييم، وطلبت الهيئة تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم الشركة. تابعنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير عن حركة سوق المال المصري اليوم. خلونا نبدأ فقرة التحليل مع الأستاذ عصمت ياسين خبيرة أسواق المال. أهلا بحضرتك مرة تانية معايا. أهلا بيك يا فندم. اسمح لنا نبدأ، طبعا احنا عارفين ان احنا كده تقريبا الرابع جلسة على التوالي في الانخفاض، ومن الشايفة كتير من المحللين بيقولوا ان سبب الانخفاض هو ان يعني طبعا طرح أرامكو جذب الكثير من الأموال سواء العربية أو الأجنبية من مصر ومن الدول اللي حوالينا، علشان هذا الطرح العملاق اللي احنا ما نقدرش نقول أكثر إنه هو العالم كله كان ينتظره. ده حقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نقدر نلخص كل اللي بيحصل في السوق في نقطة واحدة بس، هي السيولة. نضوب السيولة من السوق هو السبب الرئيسي في الانخفاض اللي احنا فيه. مش هنقدر نقول انه انخفاض حاد، ان احنا في حركة تصحيحية لأسفل. ممكن ان احنا نختبر مستويات دعم أعلى شوية، ممكن ان احنا نختبر القاع السابق عند 13160، ولو ان احنا بنستبعد دوت الفترة القادمة، يعني حتى الفترة الصغيرة القصيرة القادمة. ما زلنا بعيد، احنا 14313 يعني. النزول قوي لسببين. السبب الاولين ان احنا ما عندناش سيولة كافية، المحفزات غايبة عن السوق، بالرغم ان النهاردة برضو اقول ان في عندي اخبار ايجابية قوية جدا كنا بننتظرها بشكل غير عادي بقالنا فترات قوية كبيرة، لكن لم تؤتي اكلها ولم تنعكس على السوق بشكل ايجابي لسببين. السبب الاولاني الغياب غياب الثقة والشفافية في حركة التقييمات الموجودة في الشركات، ودي المرة التانية تحصل في خلال فترة قصيرة. اول تقييم لما جالنا على اقول اسامي الشركات، اقول شركه حديد عز لما اتعمل لها تقييم، وكان التقييم كان مجحف جدا، اتعمل ب 4.5 جنيه، كان اثناءها كان بتداول السهم فوق ال 12 جنيه، 13 جنيه. حصل هبوط عنيف بسبب الحركه دي، ودخل في حركه تصحيحيه عنيفه عمل فيها اختبار لمستويات دعم قويه جدا، صحيح بدا يرتد منها تاني. نفس القصه شفناها تاني للمره الثانيه من طرح لشركه طرح استحواذ تقييم. شركه الاول توافق على التقييم من حيث المبدا والجمعيات العموميه وكل الاوراق الماليه ماشيه مظبوط، لكن جه تقييم المستشار المالي المستقل مجحف جدا، ان هو يعطي السهم 3.90 جنيه، البيع على 3.90 جنيه، في نفس التوقيت السهم نفسه بتداول على الشاشه فوق 13 جنيه. فمين اللي هيدفع الفرق ده كله؟ فطبعا حصل في حاله خوف، وبدا في هلع، وبدا البيع بشكل غير عادي في السهم ده، بلس كمان المجموعه المرتبطه بالسهم، كل الشركاء الموجودين في المجموعه المرتبطه بشركات اخرى معاها حصل فيها التراجع ده، اللي ادى مارجن كول بسرعه، وبدات فعلا هبوط حاد جدا، وبدات الاسهم تتراجع بشكل غير عادي، والمحافظ الاستثماريه بدات تتراجع بشكل غير عادي. دي نقطه. النقطه الثالثه كمان هو ان احنا في نهايه العام وفي النص الثاني من شهر نوفمبر احنا عندنا حاجتين، بننتظر نتائج الاعمال، واغلب الناس بتبيع، اغلب المستثمرين بيبيعوا مع ظهور نتائج الاعمال، علشان هو البيع على الخبر مع نتائج اعمال ايجابيه بنبتدي نبيع علشان يبتدوا يبنوا مراكز ماليه ائتمانية جديدة. النقطة الثانية كمان كان عندي ان هو بعد نتائج الاعمال في عندي كمان تقفيل الميزانيات وتقفيل المراكز الائتمانية للشركات لنهاية العام، علشان يبداوا يبنوا مراكز ائتمانيه جديده قبل اجازات الاعياد الكريسماس وماشي طبعا قبل 25 ديسمبر. يعني ما منتصف ديسمبر بتبدا طبعا هذه الحركه اللي بنقول عليها حركه عيد الميلاد، طبعا بتبدا مع كل ده عند طرح أرامكو. صحيح ما نقدرش ننكر ان ده طرح عملاق، وان احنا يعني نشرف ونحمد ربنا ان احنا نكتب في السي في ان احنا حضرنا طرح زي دوت بشركه قويه بالشكل دوت، الا ان الطرح ده
اخذ سيوله من العرب اكتر ما اخذها من الاجانب، ده كان منتظر ان الاجانب هم اللي يدخلوا بالقوه دي، الحقيقه ان العرب هم اللي دخلوا فيها. واحنا لو بصينا اوفر اول على كل المؤشرات للاسواق العربيه هنلاقيها كلها في انخفاض، مش بس في مصر، احنا عندنا في مصر حصل انسحاب غير عادي للسيوله علشان تقدر تغطي المراكز. طب ما هو انا عايز اسال هنا، الانسحاب ده هل احنا عندنا المصريين قادرين على الاكتتاب؟ لا الحقيقه مش من حق المصريين ان هم يخشوا طيب في الاكتتاب ده، لكن الصناديق والمؤسسات من حقها. العرب عندنا ودول نسبه مش قليله في السوق المصري بينسحبوا علشان يقدر يغطي، يسيل هنا علشان يقدر يغطي هناك. الاجانب نفس القصه، الاجانب برضو الماركت شير عندهم بيقل من عندك هنا شويه علشان يدخل هناك، لان ده حاجه جديده. وكمان احنا منتظرين ارامكو هتدخل كمان في الام سي اي في المراجعه الجديده، فده برضو هيديها زخم تاني اكبر وهيدي فلوس تانية هتدخل فيها اكتر. احنا مش هنقول ان هي هتاثر علينا بالسلب، بل بالعكس احنا كنا نتمنى ان احنا نمشي يعني جنبها. لا وده شفناه مع بدايه الطرح ومع بدايه الاعلان عن الطرح، بدات شركات البتروكيماويات المصريه حركت معانا بالايجاب، الا ان لما حصلت المراجعه، لما حصل بس انه خروج الام سي من ام سي سي دي كرير وامك، بداوا يحصل لهم عمليه كوركشن قويه جدا وبداوا يهبطوا ويرجعوا تاني يختبروا مستوى. طب خلينا اسالك سؤال صريح، مشكله التقييمات، مشكله رقابه ماليه، مشكله بورصه، المشكله احنا لغايه دلوقتي حتى لو طرح ارامكو كان مع عدم وجود الاخبار السلبيه، يعني احنا النهارده شايفين الجي 20 وافريقيا وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده يدي زخم لافريقيا كلها وزخم لمصر بورصه مصر الأساسية. واحنا البوابه الاساسيه المفروض ان الشركات المصريه تتعامل على هذا الخبر ان هو ترتفع. احنا شايفين النهارده انخفاض واستمرار لموجه الانخفاض. المشاكل الداخلية أم المشاكل الخارجية، أنت شايفة إيه العوامل الرئيسية في هذا الانخفاض يعني بعد الكلام اللي أنت قلتيه؟ الحقيقة الاثنين يا فندم. يعني أنا عندي الرقابة المالية لازم أنها تاخد موقف المستثمر شوية، ما تفضلش ماشي مع الورق. الورق ماشي صح، التقييم المالي ما فيش حد يقدر يقول لحضرتك شايف أن دوت يساوي صفر، ما حدش يقدر يقول لك لا، لكن لازم برضو التقييم دوت يكون فيه معقولية، يكون فيه لوجيك. ما ينفعش يكون القيمة الإسمية وبقيمة التداول في سعر وحضرتك تعمل لي تقييم والتقييم دوت هيتبني عليه كل الآثار اللي ترتبت على هذا. يعني أكيد المستشار المالي كان عارف كويس قوي إن ده حصل. وبالفعل النهاردة الرقابة المالية بدأت تتحرك مع نبض السوق ولغت التقييم ده وطلبت إن في مستشار مالي آخر مستقل إن هو يعمل التقييم ده. في عندي نقط تانية الرقابة حطاها، إن إحنا لو بنترفض التقييم بتاخد متوسط 6 شهور، بتاخد متوسط 3 شهور، بتاخد اعلى سعر لاخر شهر، ففي عندنا كذا لائحه ثانيه. لكن اساسا بس لازم نعدي بالخطوات الاساسيه الاول. بالظبط، شفنا ده في اكتر من حاجه، والحقيقه ان السوق هو اللي بيدفع الثمن. الحقيقه ان المحافظ الصغيره هي اللي بتدفع الثمن مش الكبار. لما بنشوف البيع العشوائي من مجالس الاداره بالشكل ده بنعرف على طول ان في خبر مالي سلبي هياثر على السهم، وده بالفعل حصل معانا في اكتر من مره. فاحنا نرجو ان الرقابه مشكوره مع الاجتهاد اللي هي بتعمله انها برضو تزود هذا الاجتهاد شويه، وانها تدينا فرصه ان المستثمر يقدر يتنفس، ان هي ما تديش التقييم ما يخرجش عشوائي، يتحط له اي لائحه معينه، اللوائح الموجوده هم ماشيين عليها صح، والتقييم ماشي صح كما يقول الكتاب، لكن هو مش لوجيك، مش عادل، مش معقول ان هؤلاء المستثمر. احنا دايما هندخل في النقطه ديت اللي هي التقييم المالي دايما بيشتغل على الاصول، بيشتغل على ال 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 ما تملكه الشركه ووضع الشركه المالي وقوائمها الماليه والارباح وغيره وغيره وغيره. يبقى قبل ما يعلن لازم يكون نحط كمان في الاعتبار حاله السهم حاليا وحاله السوق حاليا والماركت شير الموجود جوه. طب انت شايفه برضو، خليني اسالك سؤال صريح، هل شايفه في انفصال ما بين التقييم المالي الحقيقي لاي شركه موجوده في السوق المصري وما بين القيمه السوقيه كتير للسهم بتاعها؟ كتير. خلينا نقول السبب ده ليه؟ الفجوه دي موجوده بقى لنا زمن، مش موجوده حاليا، الفجوه دي موجوده بقى لنا زمن وما نقدرش نسيطر عليها على فكره، لان احنا عندنا قوى العرض والطلب هي اللي بتسيطر بالشكل الرئيسي. صحيح. فاحنا ما نقدرش نسيطر. انا عندي سهم ممكن يكون قيمته الماليه والشركه تكون قويه ومحققه نتائج اعمال قويه جدا، هو ب 30 قرش و 40 قرش زي ما بنشوف شركات عملاقه، فما نقدرش ان احنا نتكلم، هنقول لك دي قوى العرض والطلب هي اللي حددت هذا السعر. لكن ما ينفعش ان تكون قوى العرض والطلب محدده ان سعر السهم ده موجود في نقطه معينه والتقييم يكون في حته ثانيه خالص بعيد عن سواء بالاجابه او بالسلب. بالسلب اللي بيدفع الثمن في النص هو السوق. طب خليني برضو اسالك نقطه، احنا اتكلمنا برضو في حلقات سابقه لما حصل مشكله احدى الشركات اللي لم تقدم الافصاح وتم ايقاف التعامل على السهم، واتكلمنا ان ده عقاب للمستثمرين وليس عقاب للشركه، واحنا اتكلمنا ان لازم اعاده تغيير فكره الضوابط او الجزاءات اللي بتوضع على مجالس ادارات الشركات وليس على ايقاف السهم. ده شايفه ان ده مرتبط بده؟
اكيد مرتبط. يعني حضرتك مثلا عندك المصرية ايه؟ في عندي اسهم كانت من 3.5 جنيه وصلت ل 13 جنيه بس على الاخبار، الخبر بدا يعمل وقود وبدا يخلي المضاربين يدخلوا في السهم دوت وبداوا يجمعوا في الورق بشكل قوي جدا لحد ما هو بيبتدي يخرج هو ويعمل تصريف على المستثمرين الصغيرين. النقطة دي مش هقدر امسكها قوي لانها نقطة مرنة. الرقابة بتحاول معهم، بتحاول انها تحط في لوائح كتير وبتعرقل التسهيل التضارب اللي هو المضاربات يعني الحقيقية، لكن ما نقدرش نلغيها لان ده سوق. السوق لازم يكون فيه مضاربات، لازم يكون فيه قوة عرض وقوة طلب، لكن لازم يكون برضو ان الاخبار ما تخرجش عشوائي. يعني لما حضرتك تكون هتعمل الاستحواذ على شركة معينة وطالب تقييم، لازم يكون كل دوت في الادراك في الابواب مغلقة. ما ينفعش ان هو يكون عرضة للجميع يعرف وابتدي اجمع في السهم ولحد ما السهم يوصل لنقطة تبدأ من نوع من انواع التلاعب على هذا السهم. طبيعي بالضبط. يعني احنا عايزين ننقذ الورقة نفسها، الورقة المالية من البداية. ما تخرجش خالص اي اخبار عن الشركة وعن اللي بيحصل تعاملات الشركة الا لما تنتهي. طيب خلينا نتكلم مع التحليل الفني ونشوف الوقت. احنا بنتكلم في المؤشر الرئيسي 14313 متوقع في الايام الجاية، بالذات طبعا احنا داخلين زي ما قلت على بداية اخر السنة، خلاص فاضل لنا يعني تقريبا اقل من 30 يوم على اجازات الكريسماس في العالم كله. مزبوط. والفترة الهدوء وبعدين جانيوري افكت اللي احنا بنتكلم عليه، وان شاء الله نتمنى ان 20 تبقى مختلفه تماما على البورصه المصريه. إن شاء الله. شايفه التحليل الفني بيقول ايه سواء ال 30 وبعدين ندخل على ال 70؟ طيب بالنسبه للفتره مش هتكون ال 30 يوم كاملين، احنا بس انا منتظرين ان الحركه التصحيحيه دي تنتهي خلال شهر نوفمبر. يعني ان شاء الله احنا منتظرين ان يكون في باينج باور جديد على الماركت بدايه من شهر ديسمبر. تمام. لا قبل الاجازات، فاحنا منتظرين في يعني من 1 ديسمبر في نهايه نوفمبر كده بالظبط. فالضغط البيعي اللي موجود دلوقتي هقدر اقول لو انا ببص له بشكل ايجابي هو ايجابي، ان هو فنيا ايجابي لتقفيل المراكز السنويه. تمام. عشان اقدر احقق سيوله الارباح اللي هتتوزع بنهايه العام، فهيبتدي بعديها على طول هيبتدي بناء المراكز التحليليه الجديده. فنيا المؤشر لازال في حركه تصحيحيه قصيره المدى، هيبتدي يرجع تاني منها ويختبر المنطقه اللي نزل منها اللي هي المقاومه السابقه اللي هي كسرت عند 14520، وهي دي متوسط الاسعار، واحنا عارفين الاسعار دايما غالبا ما انها بترجع تاني تختبر متوسطاتها. طبعا. فهو من المتوقع ان هو يرجع تاني يختبر النقطه دي. حال ظهور القوى الشرائيه فوق المنطقه دي هيرجع يطلع تاني يختبر منطقه 14800 14830، ثم المقاومه السنويه بتاعتنا اللي احنا حققناها سنه 2019 15320. حال ان احنا ما قدرناش وان القوة البيعية كانت اقوى فيه سيلر بريشر عنيف حصل على السوق اكتر من كده، ممكن احنا نرجع نختبر مستوى القاع السابق اللي احنا عملناه بس في بداية شهر اكتوبر مع الاحداث الجيوسياسية اللي كانت موجودة عند منطقة 13160. طيب سبعيني السبعين الوقت بدأ ان هو يتحرك بشكل ايجابي مع الاسهم المضاربية. صحيح هو لسه في جاب كبيرة بينه وبين المؤشر الرئيسي، لان في حركة ايجابية معاه. بعد على فكرة ان احنا عايزين برضو نشكر الرقابة لما شالت لنا السهم عز الدخيلة اللي كان اكبر سهم موجود عندي في المؤشر السبعين، لما تشال بدأت تبقى الحركة اكثر واقعية شوية وبدأنا نشوف الحركة فيه قوية. هو النهاردة واقف عند مستوى دعم 535، حال ان هو يرجع للمضاربات تاني هيرجع تاني يرتد ويختبر منطقة 542 ثم 552، حال كسر المنطقة دي هننزل ل 520 أو 515. طيب فترة اللي جاية أنا عايزك تديني نصايح قبل ما نتكلم بقى على توقعاتنا للبورصة سواء بكرة ولا بعده، احنا فاضل تقريبا جلستين هذا الأسبوع بالزبط. وأسبوع كمان ويبقى شهر نوفمبر ونبدأ نشوف شهر ديسمبر. نصايح المستثمرين في الفترة دي، أول حاجة نبعد عن المارجن. المارجن هو اللي قصر لنا كل المحافظ بالشكل ده. المارجن بيخلينا ان احنا نبيع غصبا عننا في مناطق غير عاديه. لازم نختبر مناطق الدعم كويس ونبتدي بعد ما السهم يلتف فوقيها بنبتدي ان احنا نبني مراكز شرائيه على اجزاء، ما ناخدش فول بوزيشن في مره واحده عند منطقه الدعم، لان مش ممكن ان هو ممكن يكسرها تاني. طبعا. ممكن يطلع اي خبر سلبي يكسرها تاني، انما ان احنا نحتفظ بنسبه سيوله في المحافظ لان في اخبار ايجابيه لسه لازالت موجوده في السوق وهتعمل بومنج كبيره جدا. زي الاخبار، يعني احنا شفنا عده اخبار كبيره قوية حصلت في السوق الفترة اللي فاتت لكن هي لسه ما ادتناش التأثير الإيجابي ليها. فاحنا منتظرين هو يحصل لها تأثير إيجابي إن شاء الله في الفترة القادمة. المستثمر لازم يكون حذر، يبعد عن المارجن. لو اشترى يشترى على أجزاء المضاربات تكون سريعة في الأوراق اللي هي بدأت تتفوق أداء على أداء المؤشر الرئيسي. نعم. توقعاتك لجلسة بكرة سريعا؟
احتمال كبير ان احنا يستمر التراجع، بس هيكون بوتيره اقل شويه خلال الجلستين المتبقيتين من الاسبوع، هنختبر فيها مستويات الدعم الاقوى من كده شويه، ابعد من كده هيكون عندنا 14050، ده الدعم السابق. حال كسره ده ممكن ان احنا يدخل عند 13800 ثم 13300. يعني انت متوقع الجلستين الجايين برضه هيبقوا في نفس المنوال، وان شاء الله ممكن تتغير بقى على اخر الاسبوع ان شاء الله مع جلسات يوم الخميس. جلسه يوم الخميس ممكن ان احنا نشوف قوه شرائيه جديده ان شاء الله تدفع تاني بالورق المناطق المقاومة العالية إن شاء الله. أستاذة عصمت ياسين خبيرة أسواق المال، شكرا جزيلا على وجودك معايا وعلى هذا التحليل. شكرا يا فندم. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعة مؤشر النيل اللي بيعمل مع البورصة المصرية لتحليل أكثر واقعية. بنقل لكم تحيات فريق العمل وتحياتي حسام الدين عاطف. إلى اللقاء.